عمي يعني عم الله على وزارة التجارة وزعونا حصة خير من الله، بس باعوا الفقرة اللي لقيناها اليوم بالتمن ومنقصين من الحصة كلها على كيلو 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 وين كيلو وين. عمي هذا التمن الزمال ما ياكله، شوفه اذا الزمال ياكله بذاك الوقت حاجونه. ليش تقولون هاي يا الله باعوه؟ هاي معجزة معجزة سبحان الله. باع التمن، باع خير من الله، خير باع. ايش نلقى بيه؟ كل شي نلقى بيه باوع خير من الله، خير من الله. هذا الزمان مياكله عمي. شوفوا هذا شنو مقطين لو شنو عمي حاتونه الكاظمي. عينك عينك على العالم الفقرة عمي، عينك.